حكينا لكم اليوم رح نحكي لكم عن اليوم العالمي للأخوة واللي كان بيصادف امبارح. هلا طبعا دائما الانسان اللي ما عنده اخوان او بيكون وحيد امه وابوه هيك بحس دائما في إشي غير عن الناس اللي حواليه، دائما هيك الاخوان بيعطوا طعم غير للحياة. يعني لما تروح على البيت ويكون اخوانك لسه مش موجودين او مش مروحين من الشغل او من المدرسة او whatever، بتحس انه هيك البيت فاضي هدوء. مثلا انا كثير بحس بهذا الشعور يزيد، خصوصا انه انا اخواتي كلهم متجوزين وكبار واكبر مني وانا اصغر وحده بالبيت. هاي فايف انا وياكي بنعيش هذا الشعور. فعايشه مع ماما بالبيت لحالي طبعا لانه ابوي توفي. فشعور الاخوان يعني دائما مثلا انه بكون انا وماما قاعدين، طب ماما احكي مع فرح خليها تيجي هي وابنها، طب اليوم ما بدهم يجوا، طب خلينا يوم الجمعه نعمل جمعه بالبيت خليهم يجوا. يعني بشتاق لهم كثير عن جد، البيت بدونهم فاضي وهدوء، بس لما يجتمعوا كلهم مع بعض مع اولادهم وجيزانهم مصيبه بقلب البيت. طب هلا انت ايه اصغر وحده صح؟ اه. كانوا يعملوا فيكي انت مقالب ولا هم يعملوا فيكي تعملي فيهم مقالب؟ لا صراحه هن كانوا يعملوا في مقالب، او مش مقالب قد ما كانوا يعني، لاني انا الصغيره وبيني وبين فرح اللي هي اكبر مني في 4 سنين. فبتحس انه كانوا مسيطرين علي اكثر. يعني مثلا بدهم شيء من السوبر ماركت، ايه اطلعي على اطلعي انت على السوبر ماركت، اه بدنا شيء، ايه انزلي روحي انت جيبي لنا اياه. فانه كانوا هيك ايوه خص صغير كنت بالبيت. لا بس يعني الاخوان رهيبين وسبحان الله. نسيت المثل بس بقول لك البطن بستان. يعني هو هيك المثل صح؟ البطن بستان. اوكي الحمد لله حكيت صح، إلي على العكي كثير لانه الله يورجيك امبارح ابو الحروف دخل بالحلقه. المهم بتلاقي الاخوان ما حداش له دخل بالثاني. يعني حتى انا بعيلتي اخواننا كل واحد شكل صح. كل واحد له طريقه بالتفكير، في شخصيات مختلفه. فحلو هذا التنويع. بلاقي هيك كل عيلة في 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 شخصية معينة فيها. صح أكيد عندك بجوز نفس الإشي صح؟ هلا شوف هلا هن بحسهم هلا شوي إخواتي عم بيغاروا مني إنه كيف أنا دلوعة الماما صرت بالبيت، لأني أنا وماما صرنا صارت العلاقة اللي بيني وبين ماما تخطت علاقة بنت مع بنتها، أم مع بنتها سوري، صارت علاقة صاحبة مع صاحبتها، قد ما نحن قراب أنا وماما. فصاروا إنه خلص تدلعيها، خلص تعملي لها، إنه خلص خليها هي تعتمد على حالها. فإنه طق وموت وانا دلعت الماما. صاروا يغاروا على كبر. طب سؤال هلا دائما بيحكوا لك اخر العنقود هو الشخص المدلل، هل انت مع ام ضد هاي المعلومه؟ لانه بتعرفي برضه الصغير مرات زي ما حكينا بكون خز. ما هو حسب هلا شوف يعني قبل ما يتجوزوا اخواتي واعيش لحالي انا وماما كنت احس ان الوضع طبيعي عادي. أوكي. بس لما يعني لانه هي خلص طبيعه الحال صارت انه انا وماما 24 ساعه بوجه بعض، فشيء طبيعي انها تدللني اكثر ما تدلل اخواتي المتجوزين. طبعا لانه انت كمان بتدلليها انتين، يعني انت معاها بالبيت. ما هو فاجباري يعني تدللني. يعني امك محلاكي وانت مش مدلليتها مثلا. يا قمر الزمان عسل امك، وجه لها تحيه كبيره. اشتقنا لك يا امي، كلياتنا مشتاقين لك، حتى بالجاليري اهلا كمان كريستين وهيا وكلياتهم بيسلموا عليكي. اشتقنا لك كثير يعني، الله يخلي لك اياها امك ويخلينا ويخلي لك اهلك. امين يا رب. واخواننا العلاقه بين الاخوه مهمه جدا. وبتعرفي شو بدي انا اطلع لجانب ثاني هلا، مش من الاخوان اللي هو من اهالينا، من ابونا وامنا. صح. في عندنا اصدقاء بالحياه، في اشخاص بنعرفهم بنتعرف عليهم فعليا بصفوا بمرحلة الإخوان. يعني في أنا كثير أصدقاء إلي موجودين بحياتي بنوصي عليهم هلا، أبو الفعوري حبيب القلب محمد فعوري، عارف أبو العبد، حمزة، حسان، سرافيم، هدول إخوان. فهمتي علي؟ يعني بيوصل مرحلة الواحد مع صاحبه إنه قد ما هو مش طايقه نفسه يقتله، مش يقتله، أنا تلفزيون ما لازم استخدم هالمصطلحات، يكون نفسه يدعبه شوي هيك بس لسه يكتر احسن. بس من جوا خلص ما هو اخوي، مش بدي استحمله. صح. فمرات كثير هاي العلاقات مهمه جدا يكون الواحد عنده هيك جد اخوان له غير اخوانه اللي هو من امه وابوه. بس شوف يزيد هلا قد ما كانوا الاصحاب راب عليك، والاصحاب بيروحوا بيجوا، بس زي الاخ اللي من امك وابوك هلا طبعا ما في. يعني خصوصا لما توقع مثلا بمصيبه او موقف كثير صعب بحياتك، هدول الناس جد هن اللي ببينوا بحياتك. صح. يعني اخوانك اللي من امك وابوك غير، بيوقفوا معك بيساعدوك بيكونوا حاسين فيك اكثر من غيرك،
وفي برضه أصحاب، أنا كمان بوجه تحية لكل صحباتي وصحابي، كريستين، ميس، هيا، ريتا، كل هدول الأصحاب اللي جد وقفوا معك وقت الشدة، زيد، مغربي، مغربي كمان صاحبنا، مغربي الحسيناه، مغربي مغربي الببو وينه؟ أنا بصراحة زعلان منه لمغربي. ليه؟ عشان صار لي زمان مش شايفه، اشتقت له بصراحة. اشتقنا له. تعرف هذا الاشتياق؟ لا هو يعني الله يديم المحبة والأخوة، وإحنا هون كلياتنا إخوان، وهذا بجوز بيميز رؤية. انه تيم واحد، في حب وسلام واتفاق. فكل عام وكل الاخوه بالف خير. اي واحد صار له زمان ما حكى مع اخوه، مش غلط هلا هيك تفتح التليفون، تطمن عليه، تمسي عليه، تقول له يسعد مساك. هاي الكريستين بدها ترن على اختها هلا، احكي لها تجيب لك بعرفش. والله شوف انا في اختي اللي عايشه بعمان فاتن، اخر فتره هيك في صار شوي ناقرات بيني وبينها. اعتذري منها الان. هاي بدي اعتذر منك على الهواء مباشره، اختي فاتن بعتذر منك اذا زعلتك بيوم من الايام، لانه هيك اخر فتره دائما في مشاكل بين الاخوان، ما بيقدر الواحد. بصير مخرجتنا بصير اسال سؤال ايه قبل نطلع فاصل، ايش اكثر المشاكل اللي بتصير بين الاخوات؟ بصراحة ايش اكثر المشاكل؟ هلا شوف، بيني وبين اختي فراح قبل ما تتجوز كنا نتدبح الاواعي. اواعي صح؟ ليه لبستي لي هي على الجامعة؟ انا لسه مش لابستها، لبستي لي اياها؟ او مثلا بتكون وقت الشتاء لابس بلوزة ومخبيها، بتجي انه مثلا انه بدك تروح بتروح تفتح الجاكيت تنصدم اني لابسة بلوزتها. فكانت مشاكل كثير. طب الشباب ايش بتصير مشاكل بيناتكم؟ برضه الاواعي ما اظن. سيارة روح انت انزل احمل اغراض. مثلا عتل. صلح كذا، اعمل كذا، ودي مين يعمل مشوار. بس انا برضه شوفي، اخواني كلهم كثير اكبر مني بمراحل، ناسي قديش بس صار لي فتره طويله عايش مع ابوي وامي الله يطول بعمرهم. ف يعني كلهم تجوزوا وانا صغير، فهمت علي؟ معظمهم. فحرام، بالعكس العلاقه جميله جدا ولذيذه، وهم زي اصحابي فعليا. زي ما حكيت لك كل واحد شخصيه معينه، كل واحد بحكي معاه بطريقه معينه. بس بحبهم كلهم، يسعد مساكم جميعا. بنطلع فاصل سريع زي ما حكيت قبل شوي، هيك هلا هيك بالفاصل ثلاث دقائق خليهم نرن على اخواننا اللي زمان مسالين عنهم، وهيك نعمل لفته جميله. فاصل سريع ومكملين معكم حلقه يوم الاربعاء، خليكم معنا.